عن فترة الدراسة كنا نحتاج إلى هذه الطوابع لنحصل على كشف النتائج في نهاية المواسم الدراسية. كانت من أبرز الأشياء التي تطلب في الترسيم المدرسي. لكل مشاهدين سنبقى مع الدراسة هذه المرة ومع تجربة فريدة من نوعها في موريتانيا، حيث أطلق أستاذ التعليم الثانوي في موريتانيا محمد يحيى ولد عبد الجليل مشروعا لمواجهة التراجع الحاد في نسب نجاح تلاميذ المدارس في المسابقات الوطنية، وذلك من خلال مشروع غير ربحي يسمى مشروع نشر المعرفة، يهدف إلى توفير مواد تعليمية للتلاميذ من خلال منصة على الإنترنت يقدم فيها خيرة أساتذة المواد العلمية والأدبية شروحا مفصلة وحلا للامتحانات السابقة. وقد تعاظم دور هذا المشروع خلال جائحة كورونا، حيث أطلق مع قناة محلية ما سماه المدرسة الرقمية لبث هذه الدروس عبر التلفزيون، وسعداء بانضمام صاحب هذا المشروع انضمامه إلينا من واكشوت محمد يحيى ولد عبد الجليل مؤسس مشروع نشر المعرفة. أهلا بك أستاذ محمد في هذا الصباح. أهلا بك أخت حنان، صباح الخير. صباح الخير الأخ مراد. مرحبا أستاذ محمد، سعداء باستضافتك معنا. نريد أن نتعرف أكثر على هذا المشروع، الأهداف التي سطرت له وهو الذي أطلق في العام 2015، وإلى أين وصلت؟ مشروع نشر المعرفة هو مشروع تعليمي، مشروع غير ربحي يهدف إلى جمع خبرات ومهارات أكثر المدرسين الموريتانيين كفاءة ووضعها في خدمة الطلاب. طبعا في عام 2015 أعلنت الحكومة الموريتانية هذه السنة سنة للتعليم، على ذلك الأساس عددنا نماذج وعددنا دراسة تبين أن موريتانيا إذا استثمرت حوالي 3 مليون دولار في التعليم عن بعد يمكنها إنتاج ما يزيد على 10,000 درس، وهذا العدد كفيل بأولا وضعنا في مقدمة الدول في مجال التعليم عن بعد في دول المنطقة، والثاني هو أنه يغطي معظم محاور. يعني أستاذ أنتم فكرتم في التعليم عن بعد حتى قبل جائحة كورونا صح؟ إيه طبعا، لكن أريد أن أضيف شيئا، هو على أن في تلك الفترة لم يؤخذ الموضوع على محمل الجد، وبالتالي نعيد طرح الاقتراح على الحكومة الحالية ونرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يؤخذ الأمر على محمل الجد. بالنسبة فعلا الموضوع والمشروع أخذ زخم كبير أثناء جائحة كورونا. أولا أثبت نجاعته، لأن نحن خلال هذه الجائحة بالتعاون مع قناة المرابطون كنا الجهة الوحيدة التي قدمت أطول بث تلفزيوني لصالح التعليم في تاريخ موريتانيا. هذا كان يعني كان إنجاز كبير، وأيضا سمحنا بتحسين خبراتنا وانضمام عدد أكبر من الأساتذة والمدرسين وحتى الطلاب المتميزين في المشروع. طيب، هل لمستم نتائج هذا المشروع أستاذ محمد، وكيف كان صداه بين الموريتانيين؟ والله الفكرة جديدة على المجتمع، وبالتالي يعني فيه كانت استفادة لا بأس بها، خصوصا بالنسبة للمناطق اللي لا تحصل على التعليم يعني الجيد، مثل المناطق اللي خارج نواكشوط والأحياء الهشة وغيرها. ولكن الموضوع يحتاج لتوعية أكثر وتعبئة أكثر، يحتاج لإمكانيات أكثر. نحن هنا ينطبق علينا المثل العين بصيرة واليد قصيرة، يعني إمكانياتنا متواضعة. أستاذ، أنت من خلال مناشدتك رئيس الجمهورية لدعمكم في هذا المشروع، نستشف من كلامك أن هناك تحديات تواجه هذا المشروع، ما أبرز ما واجهتموه من معوقات؟ طبعا أنا هون لا أتكلم عن المشروع فقط، وإنما همي الأول هو أن تحصل موريتانيا على تعليم عن بعد متميز، سواء عن طريق عن نشر المعرفة أو بأي طرق أخرى. المهم أن هذه مصلحة عليا للبلد، لن يتم إنشاء مثلا وكالة أو شيء من هذا القبيل لصالح التعليم عن بعد، وتكلف بإنجاز كما قلت حددنا ما لا يقل عن 10,000 درس خلال شهور محددة.
يعني نعم هذا عن الأهداف، لكن أستاذ ما هي التحديات؟ ما هي التحديات التي تعوق تحديات مطروحة كثيرة انتشار هذا المشروع وتطويره؟ بالنسبة لنا احنا كمشروع، التحديات موجودة كثيرة. أولا ما عندنا تمويل، يعني نعمل بجهودنا الذاتية، وبالتالي ذاك ينعكس على مثلا الجانب التقني. ممكن تلاحظوا ان الفيديوهات ممكن ما تكون بالمعايير المطلوبه، رغم ان المضمون العلمي ممتاز، لكن من ناحيه التقنيه ممكن ما تكون على المعايير اللي مطلوبه. هذا على سبيل المثال. ثانيا ايضا حتى التوزيع، نحن عندنا فيديوهات كثيره، يمكن مثلا لو وظفت شبكات الحكومه في توظيف الدروس كان هذا افضل كثيرا واكثر ملائمه لواقع البلد. طب أستاذ محمد، أنت تحدثت عن تقديم هذا المشروع عن بعد، نقصد على الإنترنت، لكن هل الإنترنت متوفرة لكل الأشخاص في عموم موريتانيا، أم أن ربما دخول القناة المحلية المرابطون على الخط وتعاونها معكم قد سهل من وصول هذه المعرفة للكثير من الأبناء الطلبة؟ أكيد أن قناة مرابطون كان دورها دور مميز في المسألة، وفي الحقيقة الإنترنت في المرحلة الحالية لا يصلح للتعليم في موريتانيا النطاق واسع. أنا أقترح، إحنا اقترحنا طريقة بديلة، هي تجهيز بنك من الدروس وتوزيعه بالطرق البدائية. بمعنى إذا كان دروس جاهزة بشكل منظم ومرتب، يمكن مثلا عندنا المعهد التربوي الوطني في الوزارة يوزعها، ما فيه أي مشكلة، يتصل جميع نقاط البلد لأنه يوزع الكتب. يمكن يكون مثلا كل كشك موجود فيه أورديناتور، يعني في كمبيوتر، والطالب يجي ياخذ دروس على راحته. هاي وسيله بدائيه لكنها بسيطه وفعاله جدا. اها، اذا هذا ما تقصده بالشبكات الحكوميه التي تدعو لاستخدامها وتوظيفها لنشر مثل هذا المشروع، لكن ما هي الفئات؟ اذا هل هناك فئه الطلبه فقط ام هناك فئات اخرى قد تستفيد من هذا المشروع الطموح الذي يسعى لنشر المعرفه في المجتمع الموريتاني؟ طبعا نحن نركز في الدرجه الاولى على المناهج، لان المهم عندنا تاهيل الطلاب، والمهم عندنا النظرة، لأن تقريبا تأهيل الطلاب عاد من ناحية العملية يتم عن طريق أساسا المدارس الخاصة، وطبعا التكلفة باهظة جدا. ونحن الهدف عندنا لا يكون التعليم الجيد دولة بين الأغنياء منا، المهم يكون التعليم الجيد، توجد آلية توفر لجميع طبقات المجتمع. هذا هدفنا، بالنسبة لنا هذا هدف سامي نعمله على أساسه، وأيضا نحث الغير على العمل على أساسه. طب أستاذ محمد، وسط هذه التحديات الكبيرة لهذا المشروع وطلبكم من الحكومة أن تدعمه أكثر، كيف هو حال المتعاقدين مع هذا المشروع، علما بأنه غير ربحي، يعني مجموعة من المتطوعين هم من يقدمون هذا الدروس، هل ما زال لديهم هذه الرغبة في تقديم ونشر المعرفة حتى وسط هذه الظروف الصعبة، أم ربما هناك تحديات أيضا تواجههم هم أيضا؟ لا بالعكس، الاتجاه الحمد لله في ازدياد، اتجاه الإقبال على الإسلام في المشروع في ازدياد. كل مرة يجون أساتذة ومعلمين متميزين ويضيفوا في ودهم، والناس أصبحت أكثر قناعة بالموضوع، لأن المدرس الموريتاني بطبيعته يضحي من أجل بلده، وبالتالي يعني ما شاء الله، يعني عندنا يجينا عدد كبير من الأساتذة، ومن ضمننا أيضا بعض الطلاب متميزين من الكليات المتميزة مثل كلية بوليتكنيك كلية الطب. والموضوع يعني يمكن أن نجعل من بلدنا ورشة لإنتاج العلوم وبلد رائد في المنطقة في مجال التعليم عن بعد. طيب كيف يتم تمويل المشروع حاليا في وضعه الراهن؟ المشروع في الوقت الراهن أنجز ما يزيد على 370 درس موجودة موثقة كلها على اليوتيوب، ونحن نواصل يوميا العمل تقريبا، يعني لا قصدي استاذ كيف تمولون هذه الاعمال؟ ما تنتجونه هي عباره عن ماده علميه بالنهايه ومكلفه ماديا، نعلم جيدا ان الانتاج الاعلامي مكلف، كيف توفرون الدعم او تمويل هذا المشروع؟ والله المساله تحتاج نحن نعمل، شوف نحن يعني معظمنا يدرس مواد مهمة، وبالتالي إذا أراد أن يعمل دروس خصوصية في المدارس الخاصة متوفر له الإمكانيات. نحن عادة نعمل التالي،
إذا تراكمت علينا الديون نعمل دروس خصوصية ونعمل دروس مدارس، وإذا خفت الأمور نعود للمشروع. يعني هكذا نتصرف. على كل حال يعني في منزلة بين المنزلتين. الله يكون في عونكم إن شاء الله. والله نتمنى لكم التوفيق طبعا في هذا المشروع الرائد وهذه الفكرة الممتازة. شكرا جزيلا لك من مكشوط محمد يحيى ولد عبد الجليل مؤسس مشروع نشر المعرفة في موريتانيا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي نتمنى أن تكونوا قد